السلام عليكم البنات المتتبعات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير يا ربي، وتكونوا في صحه جيده. اليوم انا فرحانه بزاف بزاف، واحد الحاجه كنت صراحه من شحال هذه وانا باغا ناخذها، وكنقول صراحه غير كنت ما طلع عليها وصافي، كنقول دابا ناخذها. المهم ديما سبحان الله داكشي الصحي كنعكزوا عليه، مثلا ديما الحاجه الصحيه سبحان الله تنعكزوا عليها. عرفتوني واقيلا علاش كنهضر؟ اليوم وصلتني الاير فراير البنات، اللي صراحه خاص زعما اللي في استطاعه ديالها تاخذها خاصها تكون عندها في الدار، خاصها تكون عندها في الكوزينه ديالها، راه كتسهل عليك بزاف بزاف الامور. واهم حاجه من هادشي كامل اكل صحي، يعني تقدروا ديروا الفريت بلا قليان بلا زيوت اللي كنحماطوا عليها، تقدروا ديروا بزاف د الحوايج. انا ان شاء الله بهذا الاير فراير اليوم انا فرحانه بها، وغادي ندير بها وجبات نهار كامل، فطور غدا والكوتي. غنخدم بها النهار كامل، ما غنخدم لا بوطه لا فران، هي اللي غنخدم بها ونشاركها معكم ان شاء الله، باش اي وحده عندها في الدار تستافد من هذه الوصفات، واللي ما عندهاش ان شاء الله تقدر تاخذها. انا وصلتني البنات من موقع وادوكس، موقع وادوكس ما شاء الله واحد الموقع اللي ولا دابا معروف، وراه الا لاحظتوا بزاف الناس يعني اللي معروفين هكايا راه كيتعاملوا معاه، لان عنده جوده عاليه وكيخدم غير بدوك لي مارك اللي كيكونوا ديما كنقولها لكم في الفيديوهات ديالي. لي مارك اللي كيكونوا البنات في لي غون سيرفاس، مثلا كتمشي الاسواق التجاريه الكبرى وكتلقاي لي مارك غاليين، غتلقايهم عند موقع وادوكس وبثمن ناقص. بحال البنات ميليروير، كاع لي مارك اللي كتشوفوا عندي كنخدم بهم. سيروا البنات مثلا هاد اير فراير ديال ميليروير، سيروا مثلا من قبل ما نسمي، سيروا الاسواق التجاريه الكبرى وشوفوا الاثمنه وقارنوا ما بين الثمن ديال وادوكس وما بين الثمن ديالهم هما. انت ما خاسره والو، انت شاريه شاريه، قلبي على راسك دوري هنا وشوفي. ديما غتلقاي وادوكس جايب لك نفس لا مارك، كاليتي واعره، عطيك ضمان لمده سنتين عامين، توقع في اي حاجه اي حاجه كتخدم بالضو عند موقع وادوكس كيكون عليها ضمان لمده سنتين، يعني كوني اكيده توقع اي حاجه فيها فغادي يردوها لك، كتوصل لك حتى لباب الدار فين ما كنتي في المغرب كامل، وغير ب 20 درهم حتى لباب الدار. يعني الا خرجتي نتيا مثلا بغيتي تمشي غير شي بلاصه باش تاخذي، راه ضروري غتاخذي طاكسي الي وطاكسي روتور، راه غتقام عليك اكثر من 20 درهم ديال التوصيل، كتبقاي في الدار ديالك كتوصلك حتى لباب الدار وحتى كتوصلك عاد كتخلصيها. يعني كاين هاد وادوكس عنده واحد المميزات اللي واعري، وانا صراحه اقسم بالله ربي راه شاهد على هاد الهضره اللي كنقول. اي حاجه من داكشي اللي خديت من عندهم كامل، داكشي كاع اللي وصلني من عندهم كامل، حتى شي حاجه حتى شي حاجه ما لقيت فيها الديفو. العجانه راه باقي عندي كنخدم ونعاود بها، اقسم بالله لا اي واحد كيسولني كنصحو بديك العجانه. هادو كاع المولينيكسات اللي عندي كلهم من عندهم، عصارات الليمون، المقالي، طناجر، كوكوط، اي حاجه من عندي ولات تقريبا، يعني تقريبا البرمه كلشي، يعني تقريبا كلشي ولا عندي من موقع وادوكس، لان عندهم الكاليتي والجوده والضمان، ما غتلقايهمش في بلاصه اخرى. المهم ما نطولش عليكم، ان شاء الله اليوم الاير فراير غنخدموا بها كلشي، لا فطور لا غدا، والكوتي بوصفات ساهلين اقتصاديين وصحيين، وان شاء الله باذن الله غادي يعجبكم. وحتى اللي ما عندهاش ولا ماشي في الاستطاعه ديالها تقدر تاخذ الوصفات وديرهم. المهم انا اليوم غيكون الفيديو ديالنا على هذا الاير فراير، غنخدموا بها وغادي نشاركوا معكم ان شاء الله الوصفات بها، وكنتمنى ان شاء الله الله يسهل على اي وحده من القلب الخالص. والله ربي شاهد عليا، اي وحده زعما ما في استطاعتش ديالها الله يسخر لها الله ييسر لها، وحتى هي تجيبها وتفرح بها، لان هذه راه ولات بالخصوص في الوقت اللي حنا فيه دابا وقت السرعه كلشي مزروع، ولات شي حاجه مهمه، وانا صراحه فرحانه بها والحمد لله على هاد الفرحه. اير فراير اليوم غنجربوها ان شاء الله ونخدموا بها نهار كامل، خليكم مع الفيديو غادي يكون زوين بزاف ان شاء الله. وهنايا البنات غادي نحلها معكم باش تشوفوا لومبالاج ديالها كيفاش كيجي، يعني ما تخافوش كتجي اومبالي مزيان، كيجي مع هاد الكارونتي هذا اللي كيبقى معكم لمده سنتين، ها هو البنات مكتوبه لمده عامين. بالنسبه للثمن ديالها راها بروموسيون،
ما تفلتوش عليكم هذا العرض، راه هي كانت ب 1400 درهم. وراه سيروا شوفوا قد هذه، راها تبارك الله راه كبيره، راه 5 لتر. دابا بروموسيون غير ب 949 درهم عوض 1400 درهم، وعاد معاها واحد البروموسيون الا خديتي معاها واحد العجانه فكتاخديها هي والعجانه بروموسيون. المهم مازال غنهضر لكم ان شاء الله في الفيديو على العجانه، باش اللي فرصه هذه اللي خاصها عجانه تاخذهم بجوج. المهم هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، راه تبارك الله كبيره، راه 5 لتر اللي كتهز، وفيها البنات 1450 واط، يعني راه كطيب لكم اي حاجه، اللحم الدجاج. انا غنوريكم البروغرام ديالها كامل وغنشرح لكم كل شيء. هذا الفيديو غيكون خاص غير بهذا الاير فراير، باش اي وحده ان شاء الله بغاتها تلقى هذا الفيديو فيه كل شيء. المهم اول حاجه غنصوبوا بها الفطور، غندير هنايا الخبز بالبيض والحليب اللي كنحماقوا عليه وكنقليوه في الزيت وكيكون ماشي صحي. اليوم غنديروه في هذا الاير فراير ان شاء الله. المهم انا خديت هذا الخبز ديال لي توست كناخذو من ولادي من بيم هكا على حساب بيتزا ولا الفطور. المهم غنديرهم بالبيض والحليب. المهم كيف ما شفتوا هنا بيضه درت لها فاني وقبيسات الملح وشويه القرفه وزدت ليها الحليب، تقريبا واحد نص كاس الحليب. خلطتو مزيان كدوزو فيه من اما الباغيط، يكون عندكم الباغيط قطعوه دواور ودوزو في هذا البيض والحليب. انا نسمتو بالفاني والقرفه كيجي واعر، كيجي واحد المذاق زوين فيه، جربوه بهذه الطريقه. صافي هنايا فرشت الاير فراير، فرشت لي هذاك البابي كويسو، حيدت الشبكه، فرشتو غير لان البيض غيهبط من هذوك لي توست، فاش نحافظوا عليها من الافضل بقاو تفرشوا لي هذا البابي من غير الا كنتو غطيبوا شي حاجه وغطلق المرقه وداكشي بحال الغدا اللي غندير معكم، فما تفرشوش ليها. المهم انا ان شاء الله اي وجبه غنقول لكم عليها داكشي اللي درت بها واللي عجبني فيها كثار والمميزات ديالها والحوايج اللي المهم اي حاجه غنقولها لكم فيها خلال التجربه ديالي ديال اسبوع كامل عاد شاركتها معكم. المهم هنا كيف ما شفتوا حطيت لي طوست بعد ما دوزتهم في البيض والحليب. كنمشي هنايا للبروغرام، درتها انا عملها 200، ملي كتشعلوها كتعطيكم 200 درجه، راه فيها الحراره، فيها تزيدوا وتنقصوا، فيها التوقيت. والبروغرام ديالها راه فيها البنات 10 ديال لي بروغرام، 8 ديال الماكله و9 و10 ديال الوقت وديال الحراره. المهم نتوما شوفوا تبارك الله شفتوا لي طوست كيفاش جاو مقرملين بحال ملي كتقليو داك البيض داك الخبز بالبيض هكا في الزيت وكيشبع زيوتات. هنا راه جا ناشف، درت ليه غير شويه الزبده من الفوق راكم شفتوا، وجا واعر، جا بنين. غنزيد ليه هنا شويه العسل، جربوه بشويه القرفه والفاني كيجي مذاق رائع. اما الاير فراير ما نقولش لكم قرملات، وجا بحال لا مقلي في البوطه، غير هو ملي كطيب لكم من الفوق كتخرجوا الاير فراير كتقلبوه للتحت باش يجي تحمر من الجويه بجوج، ودرتو مع كويساتي بالنعناع جا واحد الفطور واعر ما شهيتكم فيه. وهنايا غادي ندوزو للغديوه ديالنا، غادي ندير الدجاج مشرمل بواحد التتبيله كتجي واعره وغنطيبو حتى هو ان شاء الله فيها. المهم بالنسبه للتتبيله درت واحد دانون مسوس، مليحه، لبزار، ندير التوابل كامله، خرقوا معرق نص معلقه صغيره من كل حاجه، هنا الكمون معلقه صغيره، سكنجبير معلقه صغيره، وهنايا التحميره حتى هي معلقه صغيره، توابل ديال الدجاج معلقه صغيره، وهنا بودره ديال الثوم غندير معلقه صغيره، غتعوضوها بجوج الفصوص ديال الثومه، لا موطارد معلقه كبيره عامره. وهنايا غنزيد شويه ديال صوص الصوجه تقريبا واحد المعلقه صغيره ولا معلقه صغيره ونص تقريبا، نص حامضه، عصير نص حامضه عصرته مزيان عندك الشرموله. وهنا عندي الزعتر جبته طري غسلته مزيان وكرمته هكايا في الظل، غندير منه شويه، ما غاديش ندير انا كاع الربيع، غنسم غير بالزعتر، كيجي هاد الدجاج مشوي واعر. كاع الا ما عندكمش الاير فراير ديروه في الفران ولا فوق الفاخر، راه كيجي ما تشبعوش منه بهاد التتبيله هادي. المهم درت وفيت شويه في الزعتر، كثرت الزعتر ودرت شويه الزيت البلديه. صافي غنخلط هاد الشرموله مزيان مزيان وغنشرمل بها الدجاجه. هنا البنات كل ما بقات هاد الدجاجه في هاد الشرموله كتجي بنينه، عرفتوا راه العظام ديالها تكدوهم. هنا شرملوها وخليوها تبات حتى الغد لين، الا كنتو بغيتوها للغدا بيتوها، كنتو بغيتوها للعشاء شرملوها في الصباح وخليوها تضل النهار كامل في ديك الشرموله. انا صراحه ما ضليت غير شرملتها، تقريبا خليتها واحد السويعه ودزت طيبتها. الاير فراير تقريبا بحال الفران، يعني الحاجه كطيب على المهل وهي كطيب وهي كتشرب هذيك التتبيله ديالها بحال الفران حتى هو، يعني ما نحتاجوش نخليوها مده طويله الا كنا مزروبين، اما لما كناش مزروبين فبطبيعه الحال من الافضل تبات في الشرموله. صافي هنايا بعد ما شرملتها غنغطيها وغنخليها في الثلاجه واحد الساعه على ما بين ما كنوجد الفريج وعاد نديرها طيب. هنايا هانتوما غنخلي هاد الشبيكه هذه اللي كتجي معاها غنخليها، وغادي هنا قطعت الفريت نجربوها في الفريت، هي اصلا راه صنعات خصيصه للفريت
يعني اختصاص ديالها ونجربوا الفريد ديالها كيفاش غتجي. المهم هنا درت الكميه ديال الفريد، درت شويه ديال المليحه، غنحركها مزيان مزيان وصافي، وغندخلها الطيب، غنشعلوا عليها. هنا البنات ملي كتشعلوا غادي تمشيو للفريد، كل شيء باين فيه، باينه ديك البطونه ديال التشعال، كتوركوا على الفريز. عطاتني 200 درجه و22 دقيقه ديال الوقت باش غطيب لينا هذا الفريد. انا خليتها قلت تكمل ديك 22 دقيقه، جيت نطول لقيتها تحمرات بزاف. نتوما من الافضل واخا تعطيكم الوقت غير يدوز داك النص ديال داك الوقت قلبوها. المهم سمعوا، راه خليت لكم الصوت، سمعوا ديك التقرميشه جات مقرمشه، غير هو انا خليتها سهيت عليها ما طليتش، لقيتها تحمرت بزاف ولكن جات مقرمشه وبنينه. صافي حيدت الفريد ديالي بعد ما طابت، وغندوز خليت ديك الشبيكه هكا باش غتسقطر ليا داك المريقه اللي غتهبط من الدجاجه وتجي الدجاجه مقرمله. خلينا الشبيكه، صافي حطيتها، حطيتها هكا الصدر ديالها من الفوق. ديما الحاجه اللي كتشطيها ديروها من الفوق لانها كتعطي الحراره الفوق مزيان، ومن بعد كتقلبوا الحاجه. صافي هنايا خشيت الدجاجه سديت عليها، وركت على الفخيضات ديال الدجاج، راه بايره شي واحد كاع ما قاريش، كلشي مرسوم غادي غير يورك، يعني سهله سهله بزاف. وركت على الدجاج، عطاني 180 درجه ديال الحراره، وعطاني الوقت. انا زدت في الوقت لان الدجاجه كبيره، عندي تقريبا فيها 2 كيلو شي حاجه، زدت في الوقت ديالها. هانتوما خليت داز نص ديال الوقت، طلعت عليها لقيتها بدا كيدخلها الطيب. هنا غنقلبها. هنايا الحاجه اللي غنقول لكم عليها انها كطيب من الفوق بزاف كتر من التحت، حتى التحت دخلها الطياب ولكن كتحمر الفوق بحال الفران. ملي كطيب الحاجه كنطلعوها تحمر، وهكا هي كتحمر الفوق. وقلبتها نتوما كيف ما شفتوا تحمرات عاوتاني من الجهه الاخرى، درت الموس باش نشوف واش طابت، جاتني مزيان هكا دخلها الطياب. غنعاود نقلبها على الجهه الفوقانيه صافي، وغندخلها تكمل. المهم كتقلبوا نتوما ملي كتكون شاعله اي وقيته، جروا داك المجير، طلعوا على الحاجه ديالكم وردوها، راه ما كيوقع عليها حتى شي حاجه، وكيبقى داك الوقت اللي درتوه عليه هو اللي كيبقى حتى كيسالي. نتوما مره مره طلعوا، ما تخليوهاش حتى طيب بحال اللي وقع لي انا. فريت سهيت عليها، طليت لقيتها تحمرات بزاف. المهم هنايا هزيت الدجاجه، حيدتها، شفتوا الشبيكه اللي كانت فوق منها، دجاجه جات واعره، وداك لاصوص اللي هبط من الدجاجه غنزيد عليه الخضيره. هنا كورجيت، الدنجال وخيزو، قطعتهم طريفات، درتهم فوق داك لاصوص اللي بقى كيف ما شفتوا باش يتشربوا، ما درت لهم كاع العطريه. صافي كتشعلوها، كتمشيو للخضره، كتكليكيو على الخضره، راه مرسوم كلشي عندكم. عطاتني 15 دقيقه ديال الوقت و180 درجه ديال الحراره، انا زدت شويه في الوقت، درت 20 دقيقه لان خيزو كيشد شويه الطياب. شوفوا تبارك الله، عرفتي الخضيره شربت داك لاصوص كامل، جات معسله بحال ليله شحرتوها في ديك الدغميره، جات الخضره بنينه بنينه. ها نتوما شوفوا خيزو اللي كيشد الطياب مزيان، ها نتوما تبارك الله دخلوا الطياب، وماشي داك تا كيهره، كيدخلوا الطياب والخضيره كتبقى شاده في راسها. المهم داك لاصوص كيف ما شفتوا اللي هبط من الدجاج هو اللي طيبت فيه الخضره، جا واحد الطبق واعر، انا عجبتني بزاف، كطيب مزيان، بروغرام ديالها زوين. مثلا درتو بيتزا، درتو فريت، دجاج، اللحم، اي حاجه درتوها كتكليكيو عليها كيعطيوكم الوقت وشحال ديال الوقت والحراره. غير نتوما قبل ما يسالي داك الوقت ماشي تخليوه تيسالي الوقت، طلو بقاو تجروا المجر، طلو وسدوه، ما كيوقع عليها حتى شي حاجه، وكتبقى في داك الوقت اللي هي بروغراميه عليه. مره مره طلعوا عليها. المهم صراحه زوينه في الطياب، دجاجه طايب مزيان من داك الشيء، وكل شيء جا مزيان. رافقتها مع شليده ديال البصله ومطيشه والخيار، وعصير مركز ديال الجزر، راه كنت شاركته معكم في انستغرام، رفيت مشاركه معكم هنا في القناه. المهم اللي بغات مركز ديال الجزر غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. كنشدو كنزيد عليه الخوخ يا الفريز يا الليمون هكا مقطع طريفات والماء، وكنطحنو، كيكون اصلا داك المركز حلو، يعني فيه السكر فيه الحامض، كتزيدوا عليه غير الفاكهه اللي بغيتو الماء، وكتجي عصير زوين. كانت هي الغديوه ديالي، ما كنتش بوحدي بطبيعه الحال، كانوا معايا الضياف اللي تغداو معايا بهاد الغديوه، جات واعره، جات لذيذه، والدجاج طاب من داكشي الرفيع. غير هو البنات كيف ما قلت لكم تبعوا الخطوات، كل شيء مكتوب فيها، كل شيء واضح، كل شيء باين. اهم حاجه ما كديروا حتى شي قطره ديال الزيت، كيطيب داكشي صحي وناشف. غير هو بقاو تقلبوا الحاجه وتطلعوا ليها ضروري، ولا شفتوها مازال ما طابتش الوقت غيسالي زيدوا الوقت، ولا بغيتو تزيدو تحمروا الحاجه مزيان زيدوا الحراره، نتوما كتحكموا فيها. واخا هي البنات تعطيكم الوقت، هي راه كتعطيكم الوقت فاش غطيب الحاجه، وكتعطيكم الحراره اللي خاصها طيب بها الحاجه، ولكن قبل ما يسالي الوقت بقاو طلوا،
ما ديروش بحالي انا في الفريت. صافي هنايا البنات دزنا الكوتي ديالنا بعد ما سالينا الغداء. هنايا هاد العجانه البنات راه كتمشي معها بروموسيون. المهم انا نخلي لكم معلومات كامله في اول تعليق وفي صندوق الوصف. واحد السيده غزاله اللي كتواصل معكم غتزيد تصيفط لكم فيديو تشرح لكم كاع داكشي اللي بغيتو. المهم هنايا انا البنات غندير واحد البريوش اللي ساهل. انا مبغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف. المقادير كامله ديال هاد البريوش الى عجبكم غتلقاوها مكتوبه تحت الفيديو في صندوق الوصف. هبطوا لصندوق الوصف تلقاو المقادير مكتوبه. كديروا المقادير كامله في العجانه كتعجنوها وكتبقاو تضيفوا الدقيق شويه بشويه. صراحه هاد البريوش كيجي زوين. تقدروا ديروه في الفران تقدروا ديروه. انا يا مدام قلت لكم غنخدم بها النهار كامل فبغيت نجرب بها البريوش نجرب بها الكيك نجرب بها كلشي معكم. فلهذا درت معكم هاد البريوش باش نشوفوا البريوش كيفاش كيطيب فيها. صافي كيف ما شفتوا العجانه هاد العجانه بعدا صدقات ليا غزاله البنات. الشكل ديالها انيق وحتى كتعجن عفتو دغيا كديرو غير في رقم واحد كدور العجينه كتكون تعجنات ودلكات كتعجن بواحد السرعه زوينه. وراه دايرين فيها بروموسيون زوينه الا خديتو العجانه والاير فراير عندكم في واحد البروموسيون. المهم هنايا بعد ما تعجنات كيف ما شفتو غادي نغطيها نحيد هكا يا البول من العجانه. وكان مهم هنايا العجينه خاصها تكون مرخوفه. راكم عارفين البريوش باش يجيكم مقطن وخفيف ديما عجينته تكون مرخوفه كتلصق باليدين. انا كاع هنايا غنحيدها من هذا من هذا البول هذا ديال العجانه وغادي هكا ديتها وجبتها اللي راه معجونه هي غير كنجمعها وغنديرها في هذا هاد البول هذا ديال البلاستيك غنغطيها ونخليها تخمر. هنا غندوز نوجد معكم واحد الكيك كيجي زوين جوج بيضات قبيصه ديال الملحه. هنايا المقادير ان شاء الله كلها غنكتبها لكم تحت الفيديو لان الفيديو مسرع بزاف غتلقاو كلشي مكتوب غير ما بغيتش الفيديو يجي طويل بزاف مع فيه بزاف ديال الوصفات. الا جيت كل وصفه نشرحها ونعطيها الوقت بزاف غيجي فيه شي ساعه داكشي باش سرعتو. المهم جوج بيضات قبيصه الملحه فاني كاس لاروب ديال السكر سنيده نص كاس ديال الزيت كنخلطو كلشي مزيان. هنايا غادي نضيف البنات دانون فاني دانون بالنكهه ديال الفاني وغادي نخلطو مزيان. حتى هاد الباطوغ هذا راه من موقع وادوكس راه تقريبا داكشي دابا اللي عندي كامل كنخدم به من عندهم. صافي هنايا البنات كنخلط في الكيكه دزت نسخن الاير فراير غنديروها بحال الفران. المهم شعلتها درت الكيك كعطاتني 160 درجه ديال الحراره في 30 دقيقه ديال الوقت اللي غطيب فيه. صافي غنخليها تسخن وندوز نكمل الكيكه. صافي ملي درت الدانون وخلطت قسمت الخليط على جوج. انا غندير غير واحد بحال الميني كيك هما كيجيو كبارين على الميني كيك باش نجربوا الكيك في الاير فراير كيفاش كيجي. صافي قسمت الخليط على جوج النص غادي نديرو بدانيت شوكولا كيف ما شفتو درت غير نص العلبه ديال دانيت شوكولا والنص الاخر غنديروه بالنكهه ديال الفاني. صافي هنايا بالنسبه للنص غندير خديت كاس ديال الدقيق درت غير كاس قل ربع معلقه ديال الكاكاو وخماره ديال الحلوه. صافي غنغربل كلشي وكنخلطهم هكا مزيان. ديما الدقيق عينكم ميزانكم. هنا جاتني باقا خفيفه شويه غادي نزيد ربع كاس. المهم عينكم ميزانكم وحنا كنخلطوا. هنا جاني الخليط هو هذا كاز ليا كاس قل ربع ديال الدقيق مع خماره الحلوه ومعلقه ديال الكاكاو. هنا نص الكميه ديال الخليط اللي نقصنا زدت ليها ربع كاس ديال الحليب لان ما غنديرش فيها هذيك درت فيها نص علبه ديال دانيت شوكولا. وهذا نص الخليط درت ربع كاس الحليب. المهم بنفس عبرت كاس ديال الدقيق درت هكا كميه منه كنخلط كنشوف الخليط واش هو هذاك. زدت خماره واحده ديال الحلوه وزدت الكميه ديال الدقيق اللي تبقات ليا لان هذا الخليط زدت ليه الحليب كيكون خفيف شويه على الخليط الاخر. المهم خليط جاب النكهه ديال الشوكولا وخليط بقى بالنكهه ديال الفاني. صافي هنايا درت تقريبا خماره ونصف كل وحيده خماره ونص لان ليمول شويه كبار بغيتها تجيني طالعه شويه. صافي خديت هاد ليمول هادو ديال الكارطون تقدروا ديروا الكاب كيك هادوك ليمول الكويغطات ديال الكاب كيك. انا خديت هادو كيجيو متوسطين ماشي صغيرين وماشي كبار متوسطين. المهم وحده درتها بالشوكولا وحده درتها بالفاني ونشوفوا الكيك في الاير فراير كيفاش غيصدق لينا. هذه ديال الشوكولا زينتها بالقرقاع وبهادوك لي بيبيت شوكولا شوكولات كوكيز. وهذه ديال الفاني غنزينها باللوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي ولا المهم داكشي اللي بغيتو. هنا راه درتها تسخن معكم كيف ما شفتوا في الاول راها سخنات. غنحط فيها داك الليمون ديال الكيك وغادي ندخلها. هانتوما الطريقه ساهله سبحان الله. الكويغطات جاو على قدها نيشان. المهم كيف ما شفتوا ملي شعلتها على 160 كان فيها 30 دقيقه دابا بقات هي 18 دقيقه لان كنت مشعلاها كتسخن. دخلوا الكيكه تكون سخونه باش ننجح معكم. صافي خليتها
وهذا غنرجع نشوف. مهم البريوش انا راه خليته كيخمر، درت هكا خويته من الهواء وغادي نقسمه. هنايا راه دازت 12 دقيقه، قلت نمشي نطلع عليها. هنايا طليت عليها بانت ليا تحمرات، هي الاير فراير كتحمر مع كتعطي العافيه الفوق والتحت في دقه، فدغيا كتحمر الحاجه الوجه ديالها. هنايا نقصت الحراره لان خفت الكيك يتحرق لي الوجه ديالها وتبقى خضره من الداخل، نقصتها على 150 درجه وزدت الوقت وغنبقى مره مره نطلع عليها. ها هي حدايا صافي. هنايا دزت لهاد العجينه ديال البريوش، غادي نعمرهم بالشوكولا. هاد العجينه ديال البريوش جات واعر واعر، انا نخلي لكم المقادير مكتوبين تحت الفيديو، سكرينيوهم وجربوها راه كتجي زوينه. صافي هنايا خديت هاد العود هذا كندخلو هاد الكيغدو وكنشوفها من الداخل واش طابت ولا لا. بانت لي راه مازال شويه من الداخل، رديتها على 150 درجه كتحكموا فيها واخا تحلوا راه ما تخافوا لا تفص لا والو. صافي هنايا دخلت داك العود جاتني طابت. الا بالكم الوقت غيسالي والحاجه باقا ما طابت زيدوا ليها في الوقت، راه كلشي باين. الا بانت لكم صافي هي هذيك بحال كيكه كديروا غير عويد وكتشوفوها واش طابت ولا لا، بحال الشكل اللي في الفران. وما تخافوش كاع البنات انها غتهبط ولا والو. صافي هنايا حيدت الكيكات ودست حيد ديك الشبيكه اللي كانت فيها اللي حطيت فوق الكيكات، حيدتها دهنتها بشويه ديال الزبده وغنطيب فيها البريوش. نيشان غنطيبوا فيها البريوش البنات، قسمته درت فيه الشوكولا وغنديروا فيها ونخليه يخمر المره الثانيه. المهم اللي عجننا راه خمر المره الاولى، دابا ملي شكلتهم غادي ندخلهم اير فراير طافيه وغنخليهم يخمروا عاده باش نشعلها عليهم. المهم هنايا باش ما يخمروش ويهبطوا لينا غندهنهم بالبيض، درت عليه غير قطيرات ديال الخل وغندهن لهم الوجه ديالهم، غندخلهم ليها وهي طافيه غير يخمروا. عاد غنرجع نشعلها. هنايا شوفوا راهم خمروا، راهم طلعوا، ها نتوما شفتوا ضعف الحجم ديالهم. هنا دابا غندوزو نشعلوها لان كانت طافيه، ها نتوما كتوركوا على البوطونه ديال التشعيل. غنمشي انا غندير بروغرام بحال راه غنطيب بيتزا، درت بحال غنطيب بيتزا. صافي وتحكمت انا صراحه في الوقت، البريوش كيشد شويه الوقت، درته على 45 دقيقه والحراره خليتها على 160 درجه، 160 درجه الحراره بحال غنطيب الكيك، ودرت على 45 دقيقه. عاوتاني خليتها مع دهنتهم بالبيض دغيا تحمروا من الفوق، طليت عليهم لقيتهم تحمروا ولكن واحد التحميره واعره. صافي قلبت داك البريوش وعاود دخلته، كان باقي الوقت ما سالاش، على 160 درجه وتحمر حتى من التحت. وما نقولش لكم واحد البريوش جا خطير بحال اللي كنشريو من على برا. صافي بعد ما سالي طيب والبريوش صافي طاب، كنبقاو مركين عليه حتى كطفى كتعطينا اوف، ضروري طفيوها ملي تساليو بها الطياب طفيوها عاد حيدوا ليها البريز. وهنايا جيو نشوفوا البريوش ديال الاير فراير كيفاش جا. جا بعدا مقطن خفيف هشيش، هانتوما شوفوا جا محمر، انا تحمر ليا شويه من الفوق ولكن والله الا ديك التحميره جات غزاله. نتوما راه غتبقاو تطلوا ولا باليكم صافي ديك التحميره هي دي، قلبوه من التحت باش يتحمر. جا بنين، جا البريوش واعر، ضروري تاخذوا لا غوسيطه البنات وندوزو نشوفوا الكيكه حتى هي واش طابت لينا من الداخل ولا لا. صافي خديت الموس كنقطع داك الكاغيط وشوفوا تبارك الله الكيكه. دابا الكيكه كتهضر على راسها بلا ما نحتاج نشكر الاير فراير. هانتوما شوفوا كيكه خفيفه مقطنه طايبه مزيان، محمره من الفوق وطايبه من الداخل. نشوفوا حتى الكيكه ديال الشوكولاته هي كيفاش جات، انا كنقطع دوك الكويغطات وكنشوف معكم. ها نتوما شوف طايبه، ما معجنه ما مدقصه ما والو، جات واعره الكيكه فيها صراحه. الوصفات كلهم زوينين وانا عجبتني بزاف بزاف. غتلقاو ان شاء الله المعلومات كامله ولي غوسيت كامله في صندوق الوصف، وغنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو فيديو جديد.